أحرزت قوات سوريا الديمقراطية أمس تقدما على أطراف مدينة منبج في ريف حلب الشرقي الخاضع لسيطرة تنظيم الدولة. وبحسب ناشطين فإن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على بلدة أبو قلقل وقرى أم السرج وكابر كبير ورسم الأخضر جنوب منبج بعد مواجهات مع مقاتلي التنظيم، بالإضافة إلى بعض النقاط في شمال المدينة. وأسفرت المعارك عن مقتل 15 عنصرا من التنظيم وثمانية من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية التي استولت على كميات من الأسلحة والذخائر بعد تقدمها. والحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من تركيا حسن نيفي، رئيس المكتب السياسي في حزب النداء الوطني الديمقراطي. أهلا بك أستاذ حسن، كيف ترى تقدم قوات سوريا الديمقراطية في أطراف منبج؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. طبعا منذ أن تحول الهجوم من الرقة باتجاه منبج وما حولها، بدأت قوات سوريا الديمقراطية محاصرة المدينة من ثلاث جهات عبر تمشيط بعض القرى التي تحيط في المدينة. هذا التقدم يبدو أنه بطيء نوعا ما، ولكن يعتمد على إحكام الخناق على المدينة من كل الجهات، فهم يتحركون من اتجاه الشرق ومن اتجاه الجنوب وكذلك من اتجاه الشمال. وقد قاموا قبل أيام بقطع الطريق الواصل بين جرابلس، بين مدينة جرابلس ومدينة منبج. ربما أن الاستراتيجية التي يتبعونها إنما تتقوم على قطع طرق الإمداد وبالتالي إطباق الخناق على التنظيم في مدينة منبج. طيب أستاذ حسن، كيف ينظر أهالي ماء منبج إلى تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية، خاصة مع تقدم الأخيرة على أطراف المدينة؟ نعم، دعنا نؤكد وبكل قوة وبكل وضوح أن سكان مدينة منبج وأهالي مدينة منبج ينظرون إلى كلا التنظيمين، يعني تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي القيادي وتنظيم داعش، على أنهما تنظيمان لا يحملان أجندة الثورة السورية. كل تنظيم يحمل أجندة خاصة له، والسكان كما جاءهم تنظيم داعش واحتلهم احتلال، ووجود تنظيم داعش الآن هو يعد احتلال، كذلك قوات سوريا الديمقراطية الآن بمجيئها إلى مدينة منبج، فالسكان صحيح أنهم يريدون التخلص من تنظيم داعش نتيجة سياسات وممارسات تنظيم داعش، ولكن أيضا هم قلقون جدا، هم يريدون التخلص من تنظيم داعش بأي طريقة من الطرق، ولكن أيضا هم قلقون جدا. هناك حالة نزوح الآن في المدينة تجاه القرى المجاورة، تجاه المزارع، هم وخاصة أن الذاكرة القريبة ما زالت تحتفظ بما جرى في تل أبيض وفيما جرى في قرى وأرياف الريف الشمالي لحلب، حيث تم تهجير العديد من القرى، وما زال الآن الآلاف من النازحين من تلك القرى يقيمون على المعابر ولا يسمح لهم بالعودة إلى مدنهم. إذن سكان المدينة الآن يتناهبهم القلق والخوف، هم بين نارين لا يعرفون من سيكون الأفضل. هذه هي الحال المسيطرة على المدينة. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من تركيا حسن نيفي، أشكرك جزيلا على هذه المداخلة. شكرا جزيلا لك.